بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكين السنتافي كان فيها هي مشكلة قطعية حسب كلامه انه مركب مكنة سكن. الحمد لله هسه العربية رايقة، ممكن تشوفوها العربية رايقة ما فيها اي هزة كويس ان شاء الله تبارك الله. تمام، تذكروا العطل كان مسجل شنو؟ احمد جبت لنا صور هنا. العطل كان مصور اللي هو ده، طبعا قلنا انه في حاجه في التانك ملوثه اللي هو الحساس بتاع ضغط الابخره بتاعت البنزين بتاعت الايفاب كويس. البي سفرين 18 اللي هو التايم بتاع الكرنك والكام شافت بانك 2 اللي هو الراس اللي جاي، الراس اللي جاي اللي هو الشمال ليفت سنسر انتيك اللي هو الكام شافت على الهواء اللي جات على المنفذ من هنا. طيب العطل المكنة سكن رجعنا الثاني جبناه حسب العلامات. طيب العطل اساسا ما كان من التايم اكثر، كان من مشكلته من البيبيتين، البيبيتين اللي هو هنا يعني المكنة كانت فكت في مكان ثاني غيروا التايم بتاعه. المشكلة اساسا كانت من البيبيتين ده. تمام هسه دي نقدر نخش هنا نشوف على هنا ده. ندخل البرنامج بتاع البحث بتاع اللانش. دي المكنة، ده الكمبيوتر بتاع المكنة. تمام، هيقرا البيانات، نقرا الأعطال. العطل الأول الحساس بتاع الضغط على الأبخرة، العطل الثاني الحساس الأكسجين اللي بالجنبة دي بيندينج بيندينج بيندينج، ممكن يكون الفيشة من النص بس دي ما مشيت عليها لسه، وده اتكرر تاني بيقول انه هيستوري وبريزنت بي 425 452 452. هسه دي المشكله كانت هنا في الاوامر بتاعه الفحص. الشركه المصنعه ادتنا انك كيف تعمل تجريب للحاجات دي. قرب هنا، قرب هنا احمد. بس انا عملت امر انه يشغل ده الكنترول ده كويس. سامعين صوته طق طق؟ هتقول لي ده كان معلق ليه؟ كان معلق بسبب الزيت، نوع الزيت اللي كان مكبوب في العربيه دي هو كان المعلق. يعني انا ما اعرف هو غير المكنه عشان الكلام ده، العربيه دي جت هو قال كان غير مكنه، والعطل بتاع التايم ده كان بيظهر معاهم طوالي. اسمع، سامع الصوت شغال؟ ممكن عندنا واحد برا جبناه هنركب لكم نوريكم الحركه كيف هنشيل اصلا ما مدي امر ده كويس. هركب ده فيشته، ده نفس النوع، نفس النوع راكب هنا. شوف هنا الحركه جوا، شوف هنا شايف حركته كانت في الاول ثقيله بسبب الزيت والرواسب وكده، هو في فلتر طبعا. شايف حركته كيف؟ شوف في زيت هنا جوا كيف؟ بس الحمد لله العطل اختفى، نظف البي بي تي وتنشط وتظبط التايم، رجعناه زي ما كان. وبخاخات كمان جيت اكعب، عملت لها تيست جيت اكعب غيرت عليه طقم كامل. يعني الزيت كان سبب الاعطال بتاعت التايم دي. شايف العطل؟ العطل بتاع التايم ده كان سببه ما انه المكنه سكن انه تعيمه غلط، ولا انه في زول يعني غير في الكامشافت. العطل كان السولونايد بتاع البي بي تي. السولونايد ما بايظ، السولونايد كان فيه نوع زيت كعب. يديكم العافيه.